العريقين مانشستر في نيو لوك يختار في 40 سنة اليوم يقول ستوب لكرة القدم ويقول مانشستر قلبي معاك إلى الأبد. اللقاء المختلف عن روما في أولمبيكو 2009 لما كان نادي البارسا في تاريخ مفتوح في سجل الكأس الثالثة البلاوغرانا. اليوم نهاية مرتقبة نهاية مثير 50-50 في الانطلاق، شوف تركيز النجوم من خلال الكابتن. إذا من شعر ونثر لعلي يتوفق في وصفك، ويجيب الكرة على طريق الجولدن بوي والروني وزع الكرة عند الحارس، ترجع الكرة تمشي ملعبة طويلة، ترجع وسط ميداسي والكرة أوفسايد يا تشيتشاريتا، ولكن مانشستر ينبه وربح شالكي ويمشي روني، وروني خطيرة وروعة يا فالديز، الروعة يا فيكتور، كأنك لست في فاينل، كأنك في ماتش فيرست وسكند ليج. الفريق المحلي يحب ياخذ نصيبه. ميسي خرج باس مش ممكن، والتسديدة والهدف يضيع. الله على ماتش الفاينل، أقوى بداية في نهاية أبطال أوروبا من سنين. يجريها عن طريق الواحد صفر، كرة تضيع لمانشستر لبيدرو، نعم هو بيدرو رودريغيز. الله على كرة البارسا لما تدور، شوف الكرة، شوف التيكي تاكا اللي تسلط على تشابي، حط كرة لفيا، فيا فيا فيا، يسدد الكرة قريبة للبارسا، كرة قريبة للبلاوغرانا، كرة الواحد صفر. وين يستل هرنانديز ويمشي تشافي يحط كرة عن طريق الفيا، والكرة في التسديد والفاندر سار، كرة كبيرة الفيا من سوء حظ مانشستر، سيستعرض البارسا ينطلق ميسي، ميسي من اجل اولى اهدافه في انجلترا لا ولا الخطا تعاود، الخطا تعاود، وميسي 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 ميسي حاول يمر لحظة ممكن يعطي الشانس المان انه يعود، ولكن العودة وهدف جول، جول ديل بارسلونا عن طريق بيدرو وبطريق بيدرو، وخارطة الطريق البرسلونية تنطلق من هدف للبلاوغرانا. المانشستر كثر من الدفاع والبارسا يكثر من الإبداع، وكورة واحدة اثنين، انيستا يعطي كورة لتشافي وزرقاء اليمامة يوصل باس والأروع، شوف يفكسي خمسة مدافعين وبيدرو ما يرحمش. 35 زادهم في 36، في 36 مشيت يا مانشستر، جرام والكرة ترجع خطيرة، ممكن ممكن فرصة وروني جول، الله يا مانشستر يونايتد، التعادل من جولدن بوي، 1-1 1-1 عن طريق المان. ألم أقل إنهم لا يستسلمون، في المجد لا يفردون، على أرضهم لا يخشون، لا يخافون، لا يرهبون، لا يرعبون، لا يخسرون، لا ينهزمون، لا يتشي. ممتاز الباس، الضربة ستأتي، يسدد كرة لوكرايو وخطير على مانشستر، والتسديدة والحارس عن طريق الروني الوين يمشي بالكرة ممتازة. فرصة كبيرة، فرصة كبيرة على فكرة، هذه نقي أولادي ويمبلي، رجال ويمبلي، ترجع الكرة عن طريق بوسكيتس، يمشي سيرجيو لميسي، ميسي الله، زيستا الفانتازيستا يجيب الثاني، يجيب الثاني، يجيب الثاني، يجيب الثاني، مش معقول، مش معقول يا ميسي، مش معقول يا ميسي، يعني دحرج الكرة، بدع بالكرة، هكذا تفاصيل الشوط، هكذا لغة فاينل، هكذا إبداعات فريق في ويمبلي، في ويمبلي للمرة الثالثة. الكرة عند ريكو ماسكيرانو يمشي خفير، مش ممكن ماسكيرانو يصنع فرصة ويصنع بلاوغرانا فرصة الثاني، سيضرب، مش ممكن التسديدة والدفاع. بيكي 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 وميسي استنى، ولا تشافي يسدد، ميسي 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 حط كرة لتشافي، وتشافي وتشافي وعرضية وراسية من جيرار اكس مان، ولكن خطأ لبيديتش، الكرة للثاني الثاني، ولكن الحارس يرجع ميسي، جيرار دفاعي من فريق مان، ويمشي ميسي صلح كرة الثاني، الله على الجولاسو، جولاسو 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 يا ميسي، اختاروا له ما شئتم، سموه كما تشتهون، فنان الشعب، موسيقار الملاعب، اينشتاين كرة القدم، فإن لم أفدكم فهاتوا عناوينكم وبراهينكم. مش ممكن يا ليو في ليلة كسر كل الحواجز يتعادل مع فانستيرلوي كهداف تاريخي للشامبيونز ب 12، يكسر حاجز انجلترا وهدف في ويمبلي بهذه الطريقة بهذه العجوبة من هذا المعجزة في هذا العصر. سير لا ينفع العبقر فيما أفسده ميسي، ثلاث مرات للبافاري ثم نصل لعهد ليفربول، وميسي يسجل الهدف الثالث في عهد برشلونة. آسف هذا زمن البرسا، عذرا هذا الدكر منتهي للثالث 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 للثالث، ملك الكلمات المتقاطعة ولعب التمرير المتشابكة، والثالث دولة فاندرسار
لولا فاندرسار، لولا فاندرسار، لولا الفاندرسار. شوف الكورة من تشافي، شوف، وبيدرو للثالث يرجع كورة وتسديدة وكل 7 كيلو، 7 كيلو معدل جيد. ترجع الكورة مرة ثانية عن طريق الميسي، يمشي ميسي، اختاروا وقرروا ملوك الكورة في ليلة الليو. ترجع مرة أخرى البارسا عن طريق الفيا ويسجل الجول. الترسانو ديال البارسا، الترسانو ديال البلاو جرانا، يا معذبهم يا معقدهم، مش ممكن في الثالث لبرشلونة. الديناميت الكتالوني يضرب للمرة الثالثة في شباك فاندرسار. نعم، وداعا للوردة الحمراء، هذا عهد الوردة الثنائية للبلاو جرانا لنادي برشلونة. مش معقول، مش معقول، مش معقول، مش مبرر لهذه السطوة، ما فيش مبرر لهذه السيطرة، ما فيش مبرر لهذا الجبروت. مش ممكن على الثالث، اركنها، باسها، وقفها وحطها. مش ممكن على تشستر عن طريق كورة من جيكس، جيكس الروني، روني يركنها ولكن ليس فيها. هنا الفرق في المهارة، هنا الفرق في اللي بربي يخوضوها بروح رياضية. برش يمشي ميسي، يمشي ميسي، يحط الكرة، مش ممكن شعمال تشافي. تيلة الفاينل اللي يجري باش يستعيد يفك الكرة، روني، روني، والكرة تمشي على طريق راين جيكس. راين جيكس ما شافش الحكم مكانه، هل هناك لمسة يد أم لا؟ احتجاج انجليزي مثير، احتجاج انجليزي على فيكتور كاساي. تمشي الكرة، فيكتور كاساي قبل الريال، 3 اليوم للبارسا و3 لايسي ميلان. يمشي بالكرة ناني، ناني سدد ولكن اوت. ناني لن يفتح المباراة. كتيبة الجزراوية، الله، في مشهد وفي صور لما تبتعد عن العاطفة في آخر لحظة بعد تفكير. الكابتن كارلس بويول يدخل بويرا بدون إثارة، فقد انتهت الحكاية. ومش ممكن لولا طول القابل، وفي النهاية مانشستر 3-1 في ويمبلي. حط كرة في لاي، في لاي، في لاي، إبراهيم يسدد الحارس. انتهت المباراة، انتهت الحكاية، والبارسا إيس الكامبيون، البارسا إيس الكامبيون، البارسا إيس الكامبيون. مبروك لبرشلونة، مبروك لبرشلونة، والحظ الأوفر للمان. شوف روحة الفرسان.